هذه يومين الإخوة المهنيين أرباب المخابز على الصعيد الوطني الناس اللي كيستعملوا البروبان ديال الغاز توصلوا بواحد البلاغ من الشركة ديال المحروقات اللي كتوزع الغاز على أنها غتكون واحد الزيادة ما بين 10 و 15% ابتداء من يوم الأحد 10 أكتوبر 2021. أنتم كتعرفوا زيادة أي مادة من المكونات خصوصا أن الطاقة هذه كتعرف كتنعكس على الكلفة ديال الإنتاج، وملي كتنعكس على الكلفة ديال الإنتاج خصك دير في المنطق ديال السوق. حنا اليوم كيف تنقول دائما باش نطمئن المواطنين فيما يتعلق بالخبز ديال الدرهم فاصله 20 160 غرام اللي الدولة الحمد لله كتدعمه، يعني منذ الأزمة ديال 2008 اللي من خلاله أنها هي كتعطي للمطاحين القمح اللين 2.60 درهم باش المطاحين كيعطيونا الدقيق حنا 3.50 درهم، يعني الدقيق الممتاز. وبالتالي اليوم ملي كنشوفوا على انه مثلا القمح الصلب فين طلع، وكانت زياده بصراحه كانت زياده على الصعيد الوطني لان كاين لان 3 درهم في الكيلو تزاد، واليوم حتى القمح اللين راه طلع عرف زياده، ولكن الحمد لله ان التعويض ديال ذاك الفارق ما بين الاستيراد وما بين يوصل للطحانه، وخصوصا ان الدوله كتعتمد على واحد الثمن المرجعي الحمد لله بالنسبه للمنتوج الوطني، ولكذلك المنتوج المستورد ديال 2.60 درهم. فهذا باش نبشر على ان الخبز ديال الدرهم 20 راه حارسه الدوله كل حرص باش يبقى في الثمن ديال خبز الصلب كيف تنقول. اليوم كاين كلفه ديال الانتاج بالنسبه للمحروقات، اليوم اللي كتشوف البروبان تزاقت، وحنا وجات مع ميلاد ديال الحكومه الجديده اللي نات الثقه ديال سيدنا وثقه الشعب، وحنا طايقين فيها والحمد لله. راكم شفتوا الخطاب الملكي ديال سيدنا الله يسرو اللي نوه بالاوراش اللي غتكون، كذلك نوه بالناتج الداخلي الخام اللي غادي نحققوا فيه 5.5، راه ما ساهلاش. وكذلك كنعرفوا الكاريزما ديال السيد رئيس الحكومه اللي الا قال شي حاجه كيعملها، وخصوصا البطانه والفريق اللي داير به. اذا حنا اليوم عندنا اجتماع ان شاء الله الاسبوع المقبل اللي من خلاله غيكون مجهز المكتب المركزي، كذلك رؤساء المكاتب المحليه والجهويه والمناديب اللي من خلاله غادي نشوفوا الاكراهات اللي كاين. انما اليوم ما يقرب واحد 60 ل 70 يعني شكايات جاتنا سواء على الواتساب او في الخاص اللي كتذكرنا بهذه الزياده المفاجئه اللي جاتنا في هذه الظرفيه الحاليه. حنا كيف تنقولوا المقاوله الخبزيه في المغرب الحمد لله اللي ساهره مع عدد واحد ديال البرامج التعاقديه سواء مع الداخليه وكذلك مع الفلاحه وكذلك مع التجاره والماليه اللي دائما كنحترموا التزامات ديالنا على اساس ان كاين الخبز ديال الدرهم 20 لن يعرف الزياده رغم هذا الشيء اللي كاين دابا. علاش؟ لان كاين التزام، يعني كاين التزام اخلاقي تاريخي، والدوله حتى هي الحمد لله دعمات تدعم كيف ما كان الفارق ما بين الاستيراد وما بين وصل 2.60 درهم باش يبقى الخبز الدقيق الممتاز من المطاحن 3.50 درهم. اذا حنا تنعاود نقولها اليوم المحروقات زادت، هاد 10 و15% اللي تقريبا راه زياده مهمه ديال 34 كيلو، تنعاود نقولها البروبان ديال 34 كيلو راه كاينه اللي غتمشي حتى تقريبا 200 درهم. اذا هذا وراه الشيء غينعكس ماشي على علينا، راه غينعكس كاع على لي كوليكتيفيتي، على المطاعم، غادي يكسب على الاوطيلات، على المصانع الكبرى. راه المصانع الكبرى بلا ما نقول الاسماء، راه كاين اللي اليوم اتصلت مع واحد قال لي 15 مليون ديال الدرهم اللي غتزاد عندنا في الشهر. 15 مليون ديال الدرهم غتزاد عندهم في الشهر. اذا هذا كينعكس على الكلفه، لان كاين منطق السوق اللي خصو يتحترم. ولكن حنا باش نطمئنوا المواطنين راه الدرهم 20 غيبقى درهم 20 160 غرام، وبالنسبه للخاص هذاك راه كتعرفوا 3 درهم ديال الكيلو اللي تزاد سواء لا في الكسكس ولا في العجائن ولا كذلك في الدقيق ديال الشعير ولا كذلك في الدقيق الكامل. وحنا كنحاولوا ما يمكن ان شاء الله باش هذا اللقاء وكاين الحوار، هذا هو اللي كاين اليوم الحمد لله، كاين الثقه بيننا وبين الحكومه، كاين حوار، كاين حسن الاصغاء، وهذا هو اللي مهم، حسن الاصغاء باش يمكن لنا نخرجوا من هذه الازمه. وانا تنظن ان شاء الله غادي يربحوا الرهان.